صباح الخير يا جماعة، عارفين يفتح الفني الصباح شركة وينزر بروكر يضم لكم كريم عيد اليوم 20 يونيو 2022، وهنتكلم مع بعض في الفيديو بتاعنا عن أسعار الذهب. تلات سوابق أسعار الذهب يوم الجمعة الماضية، وده راجع أكيد في المقام الأول لارتفاع الدولار الأمريكي بعد تأكيدات الرئيس الأمريكي جو بايدن على تمثيل معدلات التضخم المرتفعة أولوية قصوى بالنسبة لإدارته، داعمة بشدة لقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة الأمريكية واستكمال سياسات التشديد النقدي، بجانب أنه استبعد تماما حدوث ركود اقتصادي أمريكي خلال الفترة المقبلة. دي كانت أهم الأخبار المؤثرة في الأسواق وأهم التصريحات، ولذلك خلونا ننتقل مع بعض ونشوف الشارت توقعاتنا ليه على مدار اليوم. زي ما وضح معنا الشارت ميل طبعا الأداء السلبي يوم الجمعة الماضية ومحاولات العودة للأداء الإيجابي خلال تداولات اليوم الصباحية، ولكن مازال طبعا محايد بالكامل. أداء سلبي على السار، على الاستوكاستيك، على الفلات تريند. أداء إيجابي على الإم إيه، تقاطع متوسطات السعر الأعلى، ثبات السعر عليهم، تداول على نقطته المحورية 1841، وذلك نلتزم الحياد وننتظر إما كسر ال 1820 الأسفل علشان يكون المجال مفتوح لل 1806 وراها ال 1797، أول عودة مرة أخرى للأداء الإيجابي وكسر ال 1845 54 عفوا علشان يروح لل 68 وراها ال 84. وبكده أعزائي المتابعين نكون وصلنا لنهاية الفيديو، وأتمنى لكم أكيد متداول الأيام، وبشكركم على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.